لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا مع بعضياتنا ملاقية الجوهر أو الملاقية بالعقيق. فهاد الملاقية هادي سهلة بزاف، أهم حاجة فيها وهو أنك تعرفي كيفاش ديري التناسق ديال الألوان. هنا ضروري خاصنا نستعملوا العقيق فيه جوج ديال الألوان. أما بالنسبة للخيط فمن الأفضل أنكم تستعملوا الخيط ديال النيلو، أما أنا هنا غادي نستعمل غير الخيط ديال الجرارة العادي جدا. أما أنتم فمن الأحسن استعملوا الخيط ديال النيلو، هو اللي تيخدموا به هاد الملاقية هذه، لأنه هو نوعا ما تيكون يعني صلب وما تتقطعش دغيا، فهاد الشيء علاش هو من الأفضل. أما الآن أنا خدمت غير بالخيط عادي، الخيط يعني اللي كنخيطوا به الحوايج هو اللي خدمت به. فلاحظوا معايا مزيان، خدمت بجوج ديال العقيقات بيضين مع عقيقه حمراء. هنا ضروري كما قلت لكم تستعملوا جوج ديال الالوان، وانتبهوا معايا غير للترتيب ديال الالوان كيفاش غادي نرتبوهم. فهنا لاحظوا معايا غادي نرجع في العقيقه الاخيره، هنا انا استعملت غير البراق العاديه ديال الراندا، تقدروا تستعملوا اي براق عندكم على حساب العقيق اللي نتوما خدامين به. غادي ناخذ جوج ديال العقيقات في اللون الابيض. لاحظوا معايا انني في الاول استعملت ثلاثه ديال العقيقات، اما في المرحله الثانيه كنستعملوا غير جوج. دابا غادي نكملوا الخدمه ديالنا كامله بجوج ديال العقيقات. اهم حاجه في هذه الخدمه، اهم حاجه وهو انكم تنتبهوا معايا ملي غادي نبغي نخدم الطرف الاخر ديال الثوب. يعني حنا دابا مثلا خدامين في هذا الطرف، هذا نقولوا باللي هو الطرف الايمن، فعندنا الطرف الايسر. هذاك الطرف الايسر فيه واحد يعني واحد الحاجه مهمه بزاف خاصكم تعرفوها باش ما تغلطوش وتصدقوا معاودي الخدمه كامله من جديد. فلاحظوا معايا مزيان الطريقه ديال التركاب ديال العقيق كيفاش كنركبوه، وكما قلت لكم انتبهوا معايا للطرف الاخر ديال الثوب في اللحظه اللي غادي نبدا نخدم فيها الطرف الاخر، انتبهوا معايا لواحد الموضوع مهم. اما الان فالخدمه عادي جدا، يعني خدمنا بعقيقه بيضاء وعقيقه حمراء، والان غادي نتبعوها جوج ديال العقيقات بيضين. الملاحظه اللي اهم ملاحظه لاحظتها في هذه الخدمه واللي تقدروا انكم تعتمدوا عليها ملي تكونوا خدامين هاد الملاقيه ديال الجوهر، فهي ان هذاك الالوان يعني اللي غتقول لي بلي صعيب شويه انها ترتب الالوان مع بعضياتهم. فاهم حاجه ما تشوفيش الخدمه ككل، شوفي غير هذيك العقيقه اللي في التوب. يعني لاحظوا معايا مزيان العقيق اللي على التوب مباشره، غتلقاو عقيقه بيضاء وعقيقه حمراء، او مثلا عقيقه بيضاء وعقيقه كحله، المهم غتلقاو جوج ديال الالوان. فشوفوا معايا الترتيب ديال الالوان كيفاش غادي، يعني عقيقه بيضاء زائد عقيقه حمراء. اما الصف اللي جا في الاعلى فهو كامل غادي بنفس اللون، يعني كامل غادي باللون الابيض. اما هنا شوفوا معايا وحده بيضاء وحده حمراء، يعني بيضاء حمراء بيضاء حمراء يعني بيضة حمراء. فغتكملوا الخدمة بهالطريقة هذه كيف ما وريتكم، انتبهوا غير العقيق اللي عندكم في الأسفل، شوفوا معايا مزيان هنا كيفاش غنخدم الطرف الآخر. لاحظوا معايا أن احنا هنا خدمنا على الوجه، أما في الطرف الآخر فغادي نخدم على الظهر ديال التوب. علاش؟ غتعرفوا معايا ملي غادي نقلب الخدمة وغادي نبدا نخدم، فتما غادي تعرفوا علاش بالضبط أنا هنا بديت يعني بديت الخدمه بالمقلوب. الاغلبيه ما كيردوش البال لهاد القضيه هذه، وفهادشي علاش انا بغيت نشرحها لكم في هذا الفيديو هذا باش ما تقولبوش، ويعني تجيكم الخدمه هي هذيك، لانك حتى غتكملي الخدمه وغتلقاي راسك غيجيوك يعني الالوان متفاوتين. فهادشي علاش ركزي معايا مزيان، الطرف الايمن مثلا خدمتي الطرف الايمن هو الاول، فخدمي على الوجه ديال التوب عادي جدا كيف ما خدمت في البدايه ديال الفيديو. يعني رجعوا للبدايه ديال الفيديو نفس الطريقه اللي انا خدمت بها خدموا بها حتى نتوما. ولكن ملي تبغوا تخدموا الطرف الاخر فقلبوا التوب. لاحظوا معايا مزيان قلبت
التوب. انا هنا يعني بغيت نوريكم هذيك القلبة ديال التوب غير باش تأكدوا مزيان باللي احنا راه قالبين التوب. وشوفوا معايا ملي غادي نكمل التركاب ديال العقيق، نفس الطريقة اللي ركبت بها العقيق في الطرف الايمن هي اللي غادي نركب بها العقيق في الطرف الايسر. كما قلت لكم انتبهوا معايا غير اللحظة اللي غادي كيفاش غنقلب هالتوب باش تعطيني نفس النتيجة، يعني نفس النتيجة. ونحاولوا انكم اللي تكونوا كتركبوا في العقيق ما تدخلوش بزاف في التوب باش ما يجيش هذاك الخيط يعني بين، غير واحد شوية كنشدوا فيه وكنرجعوا في نفس العقيقة اللي احنا ركبناها. فهنا غادي نكملوا الخدمة بشكل عادي جدا. هنا جوج ديال العقيقات بيضين، وحاولوا انكم تحترموا المسافة اللي كتكون ما بين يعني كل جوج ديال العقيقات، حاولوا انكم تحترموها يعني مهمة بزاف. لاحظوا معايا الان انا كملت هذا الطرف، هذا شوفوا معايا غادي نقلب التوب وغادي يولي هذا هو الطرف العلوي عفوا، فغادي يولي هذا هو الطرف اللي جانا الفوق، يعني هذا غادي يولي هو اللي جا في الاعلى. اما هذاك اللي خدمناه سابقا في البدايه ديال الفيديو فهو اللي غادي يولي الطرف السفلي، يعني هو اللي غادي يجي في التحت ديال الخدمه. شوفوا معايا مزيان الترتيب ديال العقيق كيفاش، يعني كيفاش تيجي، كيجي نفس الترتيب. اما لو بقيتو غادي خدامين على الوجه، خدمتو الطرف الايمن على الوجه وخدمتو الطرف الايسر كذلك على الوجه، ما غاديش يجيكم نفس الترتيب. يعني انا جربتها ولاحظت باللي ما جانيش نفس الترتيب واضطريت انني نعاودها، هادشي علاش ما بغيتكمش ديروا نفس الخطا. لاحظوا معايا الان كيفاش غنجمعوا هاد الطرفين. فكناخذوا جوج ديال الابر وكل ابره تديروا فيها الخيط ديالها، وغادي نرجع نثبت يعني الخيط في الاسفل وكنطلع في هاد جوج ديال العقيقات اللي عندي في البدايه. الان غادي ناخذ الابره الاخرى، لاحظوا معايا مزيان، غادي نحاول انني نثبت الخيط. بطبيعه الحال غادي نثبت الخيط اسفل التوب باش ما يجيش باين، يعني يجي غير في الداخل ديال التوب. وغادي نرجع في هاد جوج العقيقات اللي كيكونوا عندي في البدايه دائما. شوفوا معايا مزيان، جوج ديال العقيقات في اللون الابيض جاوا الفوق والتحت، والان غادي ناخذ اللون الابيض غادي ندخله في هاد الابره، مهم سواء الابره اللي جات الفوق او الابره اللي جات لتحت يعني ماشي مشكل. غادي نشدها مزيان وغنجيب الابره اللي عندي في الاسفل هي اللي غادي نرجعها هنا، بحال كديروا الشكل ديال العقده. علاش؟ باش هذيك العقيقه تثبت لينا في الوسط ديال الخدمه. فلاحظوا معايا هنا غادي نرجع في هاد العقيقه هذه بالضبط، كندخل فيها الابره ديالي، وغادي ناخذ يعني الابره الاخرى وغادي ندخلها في العقيقه اللي جات عندي الفوق. هنا ديما كتتم هذيك العمليه ديال التبادل ديال الابر، يعني الابره اللي كنخدموا بها الفوق المره الجايه غادي تلقاي راسك خدمتي بها لتحت والعكس صحيح. الان خديت اللون الاخر، يعني انا مثلا هنا عندي الاحمر، فكل سيده واللون اللي عندها. لاحظوا معايا غادي نرجع في العقيقه يعني كتدخل الابره من هذه الجهه ومن هذه الجهه باش تثبت لينا مزيان، وكنرجع في اول عقيقه كتبان ليا كنرجع فيها. لاحظوا معايا هنا راه تمت هذيك العمليه ديال التبادل ديال الابر، يعني اللي كانت الفوق ولات لتحت، اللي كانت لتحت رجعات الفوق. فكما بدينا كما غادي نكملوا بشكل عادي جدا، العقيقه كندخلوا فيها الابر بجوج وكنحاولوا ان احنا نثبتوا الخدمه ديالنا مزيان، نرجع في هاد الجهه وفي هاد الجهه. هنا حاولت انا نبين لكم الابر، فديما حاولي انك تشدي هاد العقيقه باليد ديالك وتثبتيها مزيان، عاد كملي الخدمه ديالك بشكل عادي جدا. فهذه هي الخدمه ديالنا ديال هاد النهار، يعني هاد الملاقيه هذه ديال الجوهر او الملاقيه بالعقيق.
هالخدمة بطبيعة الحال هي يعني ماشي خدمة حصرية أو يعني خدمة جديدة لأول مرة تعرض، يكينا بزاف. غير الملاحظة اللي أنا بغيت نوريها لكم هي ديك الطريقة كيفاش خدمنا الطرفين، يعني كيفاش خدمنا هاد الطرف وكيفاش خدمنا الطرف الآخر، لأن أغلبية ما كيركزوش عليها، وملي غتجيو تخدموها تقلب لكم الخدمة فتصدقوا يعني معاودي الخدمة من البداية. كنتمنى أن هذه الخدمة هذه تنال الإعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعة، وشكرا لكل سيدة كتدعمني بتعاليق ديالها. وما تنسوش يعني اللي عجبها الفيديو فتبارطاجيه مع أصدقاء ديالها باش الفائدة تعم الجميع وكل شيء يستافد. واللي بغى تعلم بطبيعة الحال مرحبا بها، باب التعلم مفتوح للجميع. شكرا لكم كاملين. Mm-hmm.